طبعا هنتعرف مع بعض على درجات الحرارة، ولكن في البداية هنشوف كده الطقس النهاردة. كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، هيكون لطيف على السواحل الشمالية. ومع بعض هنستعرض درجات الحرارة المتوقعة في عدد من محافظات الجمهورية، ودايما بنبدأ بالعاصمة المصرية، القاهرة العظمى 34 الصغرى 23، اسكندرية 29 21، الإسماعيلية 35 والصغرى 23، الدقهلية 34 23، والغردقة 37 26، والمنيا 36 24. بالنسبة لبعض العواصم العربية والعالمية، فدرجة الحرارة في الرياض العظمى 43 والصغرى 28، أبو ظبي 37 31، أنقرة 27 16، لندن 24 11، وواشنطن 24 13، وبكين 32 والصغرى 22.